معانا ام محمد من الفيوم. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بس يا ام محمد، بس انا اتمنى على حضرتك ان انت توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمت. حاضر يا مولانا. تمام، ازي حضرتك؟ فضل ونعمه الحمد لله. معلش يا مولانا، عندي سؤالين. اتفضلي يا فندم. اول سؤال، انا بحلف بالله كتير وكل حاجه والله، لو كده هو حضرتك ممكن بس تسمحي لي نوطي التلفزيون لو تكرمت عليا؟ السؤال الثاني، لو ثلاث بنات ممكن عمهم يورث فيهم؟ طيب انت دلوقتي سؤال، هو مين اللي مات ودلوقتي اللي مات يبدو الاب؟ تمام. ودلوقتي عندنا بنات، ومين تاني؟ لو الاب مات ممكن عم البنات يورث فيهم؟ ما احنا عندنا مين بيورثوا تاني؟ هو ما عندوش الا ثلاث بنات ومراته. طيب يا بنتي خلينا بس الاول في السؤال الاولاني. السؤال الاولاني كان ايه؟ حضرتك انا بحلف بالله كتير كل حاجه لاولادي، يعني والله ما تعملوا كده. والله سنة؟ انا السؤال ده بتاعي انا. ما هو سنك، ما انت لازم توطي التلفزيون عشان اقدر اتواصل معاكي يا بنتي لو سمحتي. سنك كام سنه؟ انا سني 30 سنه فضلتك. وعندك اولادك عندهم كام سنه؟ 11 و7 سنين. 11 و7 سنين. يعني اولادك دلوقتي بادئين في السن اللي هيتسمى سن المراهقه، اللي هو عنده 11 سنه ده هيبتدي يدخل في سن المراهقه. حضرتك، بس هو حركاته كتير وشاي جدا، يعني بيعمل حاجات كتير. طيب يعني زي الصلاه كده، بتكلم فيه كتير، الصلاه بتكلم فيه كتير ومفيش فايده. طيب انا هقول لك تعملي ايه يا بنتي. حضرتك بص يا ست ام محمد، المساله ببساطه خالص عشان بس المسألة تبقى واضحة. احنا عندنا حاجة واضحة. ايه الحاجة الواضحة دي؟ الحاجة الواضحة ان ابنك دلوقتي في فترة حرجة. يعني ايه فترة حرجة؟ في فترة تحتاج لمعرفة مختلفة عن المعرفة اللي انت كنت بتربيه بيها لما كان بيرضع ولما كان لسه بيبتدي يروح المدرسة. هو دلوقتي هيبتدي يعبر عن رأيه. هيبتدي يعبر عن رأيه. يعني ايه؟ ما تنتظريش ان انت تقولي له الحاجة ويقول لك حاضر، لان هو احنا علمناه عشان ما يقولش حاضر بس، احنا اتعلمناه عشان يقدر يناقش ويتعلم اكتر. وهو مقتضى ان هو اتعلم ان بعض الحاجات هيشوفها ممكن تكون خلاف اللي اتعلمه، فالمفروض ان هو يناقشك، المفروض هو يقول لك رأيه. فالطريقة المناسبة فيها ثلاث حاجات عشان تقدري تتعاملي مع ده. انت سألتيني ايوه على انك انت بتحلفي كتير. انت بتحلفي كتير ليه؟ اما بتحلفي عشان تخوفيهم، والله العظيم لا اعمل فيك كذا وكذا 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 وكذا، او تحلفي كتير عشان هو يصدقك ان انت صادقة في مصلحته. انا رأيي الشخصي ان انت مش محتاجة للحلفان ده، لان انت بتحاولي تلزمي نفسك او تلزميهم بده. انت محتاجه تبقي اكثر وعيا. اكثر وعيا بايه؟ فتستخدمي ثلاث حاجات. اول حاجه تستخدمي معاهم السماع، تسمعيهم اكثر ما تكلمي اكثر ما تؤمريهم. يعني توقفي عن الاوامر، اسمعيهم اكثر ما تؤمريهم. الحاجه الثانيه اطرحي عليهم الاسئله. طب في رايك نعمل ايه؟ اطرحي عليهم الاسئله. يبقى اول حاجه اسمعيهم اكثر ما تؤمريهم. الحاجه الثانيه اطرحي عليهم الاسئله. الحاجة الثالثة والمهمة، لو سمحتي قللي العقاب خالص. العقاب ما يزيدش، لأن العقاب هيخليهم يتمردوا عليكي. فتقللي العقاب، وخاصة عند اللي عنده 11 سنة ده، لأن أنت لو زودتي العقاب للأسف 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 هو هيتمرد عليكي. أي محاولة إن أنت تعاقبيه هيتمرد عليكي. أما بالنسبة لمسألة مسألة الميراث، دايما مسائل الميراث انا بحذر الناس ان انتم لازم يكون في اعلام وراثة عشان نعرف مين الورث.
لكن الكلام ده العام ده مش هيبقى افضل في مساله، لان كمان والناس بتعرض المساله بعلاقتهم مع بعض. هو عمي ينفع؟ طب هو عمك ولا اخو المتوفى؟ طب هو مين ترك مين؟ وعشان كده انا شايف ان حضراتكم مشكورين، تعالي وهاتي اعلام المراسله ونتكلم فيها، لان واضح ان المساله مساله نزاع، وما ينفعش بمسائل النزاع ان احنا نفتي فيها العوا. لازم نكون حريصين وتجيب لنا المساله دي ونجاوب حضرتك.